السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. إن الظروف التي خرجت بها جموع المتطوعين دفاعا عن العراق ما زالت ماثلة في الأذهان، بل إن البشاعة والجريمة التي أمعنت بها فلول داعش المندحرة إزاء أبنائنا في المناطق التي سقطت في براثنهم كانت محركا أساسيا في تجميع الهمم الشجاعة والأنفس التي استرخصت الدماء أمام حتمية التضحية للوطن. بين طموحات المواطنين الساعين إلى رؤية حكومة تخدمهم وتأخذ بيدهم لتخطي كل التحديات وتحارب الفساد وتصلح الأرض والموارد وتحفظ المال العام.